قبل الفطور بساعه نروح ندير فوتين. رمضان انا نحب نعيش له، نتمشاه في النهار، نروح نصلي الوقت، وخاصه في رمضان واحد يصلي كل حاجه في الوقت تاعو. تراويح واحد كيكون مريح ما يكونش خدام، انا من داك نخدم من الليل بزاف، ثم الله غالب كيما نقول لك الظروف هكذا، بصح كيكون مريح نصلي التراويح. لا لا لا، هادو ميم الشعر اللي تاعها حرام عليه، لازم يحلوا الدرهم. ميم ثاني كما بصح انا نضرب من المسؤول، وكان كاين مسؤولين الله ما يخليه يروح يبوانتي هذاك، ما يخليش يروح يخدم ويتور تاع عندك المراه لازم يطلقوها بكري على بالك. علاش عطيه هذيك بريوريتي مي الراجل يقعد الوقت تاعو باش يروح للدار. هذا هو رمضان، رمضان ما ترقدش، واحد يرقد نهار كامل ويفطن مع الفطور، هذاك ما عندوش رمضان في الحقيقه. يعني العلماء هما اللي ادرى بالشيء هذايا، ولكن انا بالنسبه لي ما عندوش رمضان. اللي تعطل في الخدمه ديالهم والجيغوطه وكذا، هذاك تسمى ماشي وصايم او سرق روحه. الحاجه الاولى سرق روحه، لو كان كنا انا هو منهم يتكاكى مع راسو يقول لك يكون رمضان وكونترار نخدم بقلب صافي مع يستقبل الناس، ولا كان فلاميغ يستقبل الناس نورمال مالغي نقولوا واحد يتجاوز لي ليميت كونترار هو يكالميه. هذوك باسكو يسهروا في الليل، يسهروا في الليل يقصروا الدومين، يسهروا في القهوي وصباح ما يقدروش ينوضوا بكري، ينوضوا على الزوج وعلى الثلاثه تاع العشيه. الانسان يحاول يعني يبذل مجهود يعني اكثر. هو شهر رمضان صح الانسان هي راه امتحان يعني نفسي وامتحان جسدي. من المفروض الانسان في رمضان بالعكس يزيد يكثف المجهود نتاعو ويعمل ويقدم نشاط اكثر يعني، وهذا راح تكون عنده حسنات يظهر لي على على خير يعني خير من الشهور الماضيه، لان الشهور اللي طيله السنه عندنا شهر رمضان يعني 12 شهر، عندنا شهر من المفروض نجتهدوا فيها اكثر يعني ونبذلوا مجهود اكثر.